عندما كان السفير هناك تفتح لنا الابواب هناك. زونغو الجيليا تونيو. إذن بالنسبة لهذا الغرس هو نتحدث عنه بأنه استدامة، إذن هو التنمية المستدامة التي نريدها لعلاقتنا، التنمية المستدامة التي نريدها لمشاريعنا التي تربطنا، وكذلك هو التزامنا كدول، لأن نحن كذلك ننتمي إلى مجموعة 77 زائد الصين بالنسبة لمكافحة التغيرات المناخية. اليوم طبعا نحن نقيم هذا التظاهرة وهي ترمي إلى استجابة، نداء من حكومة الجزائرية لغرس الشجرة لكل مواطن جزائريين.